مختلفة عن الحالة
ইসলামের ভাবটি আমটার উপায় হবে তাদের খোঁজা আসছে তিন মাটির মানহাট
الذي فتح وراح ده مقفول يقعدوا ايه يمثلوا مع بعض كده او يحصل تسابق بينهما. فالحاله دي تبقى مساله ظريفه جدا لانها عايزه منك يقظه متابعه للموقف وعايزاك كمان تقسم المساله لازاي. يعني بصوا كده للوضع يا جماعه، في هنا عندنا اثنين سويتش صح؟ ايه اللي حصل في المساله؟ ده قفل دي تساوي دي. في اللحظه دي كان ده باينه كان مقفول بدليل ان السهم بيقول لي السهم بيقول لي ان هو اتفتح عند 1 سكند. 1 سكند ده هنا ولا دي سكند ولا سكند؟ 1 سكند مش كده؟ طيب طلعنا هو يا ولد مسألة تشيل مرة ولا تروح؟ مسألة عندكم تشيل يا جماعة. ها؟ 1 سكند خلاص يبقى انا كتبتها غلط. وديله وكان ساعتها ده معقول. عرفت مين ده معقول؟ ان ده الدليل ده فتح في 1 سكند. يبقى ده كان من اول معقول. طيب وبعدين؟ بدايه من 1 سكند ده يعني كلامه فتح وفي نفس اللحظه ده فتح وهو ماشي. ماشي؟ يبقى ناخد بالنا السويتش اللي على الشمال دوت هيقفل وبعد 1 سكند هيفتح. السويتش اللي فوق اللي هو الكارت فور هيفتح بعد 1 سكند، يعني هيفتح في نفس اللحظه اللي السويتش اللي على الشمال يفتح فيها. الاثنين ايه؟ الاثنين يفتحوا. ناخدها خطوه خطوه بقى، لازم تتوقع الاول الزيرو ل 1 سكند، كأن دي المسألة بتاعتنا، كأنها المسألة بتاعتنا. الوضع من زيرو ل 1 سكند، الوضع ده السويتش ده مقفول، مقفول اهو، السويتش مقفول اهو، هنا، هنا السويتش. والسويتش دوت مقفول برضه. خلى بالكوا يا جماعه ده اللي مقفول يبقى عنده فور سنت على الكارت فور وتسعه فور. فور زي الثاني. يبقى نحط مكانه ايه؟ السويتش المقفول اهو. اللي مش فاهم يقول لي انا مش فاهم. مش فاهم يقول. بصوا يا جماعه لو عندك خط شورت فرعي مع ثلاث فرانش خلاص كلهم اتلغوا في التقسيم بتاعهم ما عادوش بيأثروا. وانتوا عارفين ان جاي مثلا لما يكون عندي اثنين ريزيستنس ان بارلل الكارت يمشي صغيره. طب لو صغيره دي تديله يعني شورت سيركت يبقى يمشي فيها كلها بالتالي شورت سيركت هيعمل ايه؟ الحاجات اللي بارلل اللي معاك. اوكي؟ فهنا كذلك الكارت نوت ده مش هيأثر على الدايره خالص. ليه؟ لان معاه خط شورت بيمنعه من التسليم. بيقول له اي ثمانيه انديه ان انا تدخل الدايره اللي تحت. اوكي؟ يبقى ايه الدايرة بتاعتنا الفترة من 0 لغاية 1 سكند؟ أول خطوة زي ما عملت الشرح يا جماعة بجيب الانيشال كونديشنز والفاينل سيتويشن. الانيشال طالما في ويف في الدايرة يبقى الوضع الثابت هيفضل هو البداية بتاعتنا اللي هو لغاية النقطة. طب الوضع الثابت اللي كان سويتش ايه؟ مفتوح يبقى مفيش أي فور وكان ده كمان ما بيأثرش. إذا الوضع الانيشال بكام؟ بزيرو. اوكي؟ وبعدين المساله بتاعتنا بتبدا لما ده يتقفل وده كده كده ملغي يبقى المساله بتاعتنا بهذا الشكل ده الاي اند اوف تي اي لحظه. هنا يا جماعه لو احنا مع بعض في الزاويه والتايم كونستنت اللي على ار انهي ار؟ انهي ار في الدايره؟ ار ثيمينين. ار ثيمينين ما بين انهي طرفين؟ طرفين ثيمينين بتخص نبص من ناحية معينة ونجيب الأر تيمنت، الأر تيمنت ما بين طرفي الكويل. أجيب الطرفين بتوع الكويل كده وأجيب الأر تيمنت. طبعًا لما بجيب تيمنت بعمل إيه؟ بعمل شغل تيمنت على البوكس سورس. ولو كان دي فيها رموز كنت عملتها شغل سيركل، صح؟ كانت أنا كنت بتكلم على إيه؟ لما تلاقي تيمنت بعمل دي أكتيفيشن للسورس. شورت سيركل على البوكس سورس وأوبن سيركل على الكويل سورس لو كان موجود. وأبتدي أجمع بقى الحاجات مع بعضها أطلع إيه؟ التيمنت. لما اعمل شورت كده يا جماعه بقت دي معنى ايه؟ بدل معنيه سير اهي دي معنى دي بدل معنيه سير. الناحيه دي بقى ايه مقصود من 3 و6؟ بدل المعاني نجمع بقى كل الكلام ده يطلع 1 او يبقى التايم كونستنت ال على ار يعني 2 هنا يعني 1 او يعني مقلوبه 0.5
And what I commend you, Abraham, and what I tell you today, that in the great way, you must all be able to go. But I'm not going to go to the end of the day, no matter how I say it, who's not today. Then they make it up to school, but I am not going to go to the end of the day, up المرحلة الثانية، دي غير زي وقفت المنطقة، تخيل انك عملت شيء
人家带领你那个人牛地如果他们的黑我要说的他们这个那个养的老子没有那个老子不能在这个东西不能在你把我的老子老子不能在那个你们爱人但那个是自由的我的爸爸的那个是自由的你是不是的那个是弄的如果他好那个弄的你不能在那么多年前如果在这里咱们能做机器你们会的还为什么好说的那么就好说的谁走出来了是不是吗不然吗你们这样是这样的话不是很多人是吧这样的话这样的话怎么你很别的怎么你很别的我会给你们说他的孩子走你把爱情放在那边不然怎么好不说的那是好事呢那是好事发言的你还是发言的谁吗啊所以手机啊他们打起我告诉我告诉你们上到一天的练习的时候每个人都没有这么多了啊是这样的话也可以但我在一段中呢也打了二十分钟二十分钟前那么个公司们都可以一块有我不是这个人啊这个人都是这个吗 Officer 你把你把你这个是把你的 Better Manager 你把这个我这个这个是把把你的打过来打过来你的 Officer 你把这个人都给打打完了你把这个打完了你把一直把我把你的家没有人给我我已经一批的粉你们谁你们谁是什么哎现在还是在很低转你们在低的吗我还在哭的给他的所以说我还在那里我还在那里说的低在那么的低في الريفرنس بقى وفي الامتحانات السابقه الممتحن زي حالات انا كده قال لك مدارس المساله سهله صعبه شويه على الطلبه فصعبه ازاي طلبه الزيرو كروسنج لحظه الظروف الزيرو طب لحظه الظروف الزيرو يعني ايه؟ دي تبان من الرسم يا جماعه تبان من الرسم نرسمها هنفهم ارسم كده الصفحه الاولانيه ارسم دي كده هتقعد اكيد كام؟ بزيرو مرة ومرة ومرة ثانية صح؟ لما تعود على دي زيرو دي تضاف زيرو واحد واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد كام يا جماعة؟ زيرو يبقى كده احنا بادئين من زيرو وده كلام صح ده كلام صح يا جماعة احنا حالين صح اهو طب لما تيجي تبقى فاضي مثلا نوصل كام لما نعوض؟ 1.18 اهو يبقى نطلع كده عند 1 سكند 1.18 وبعدين نعوض هنا بقى نعوض هنا 1 سكند وفين فين 1 سكند اللي هي البدايه بتاعتي 1 ناقص 1 0 يبقى باور 0 1 يبقى لما نطلعها من بعض يطلع 1.18 يطلع نفس القيمه هنا يبقى دي نفس القيمه هنا هي نفس القيمه هنا وده لازم يا جماعه ال R L continuous function وال V C continuous function دول حاجات فيهم continuous مستحيل مستحيل على نفس اللحظه يتغيروا دايما continuous ما ينفعش مثلا يكون القيمه اللي قبلها just before مختلفه عن نفس الاخر يبقى احنا غلط يبقى في غلطه معينه في الورق العشوائي ما تديلوش الورق على الارض ما تديلوش ولي واحد عندها اسمين مين مش فاهم يا جماعه؟ في حد مش فاهم؟ انا هحط بونص بس على ما فيش عقاب ولا حاجه انا ما عنديش عقاب عقاب لو في عندي حاجه زياده عن حقك فانا هحط لكم بس بونص الاقليه اللي عندي الاقليه اللي بيجمعوا بايه ولا ما يبقاش كده ومصممين يفهموا ويتعلموا فاحنا هنبقى بيهم ناس مش هنعرف الفاليو مش هنقول فيا جماعه اللي طمنك ان الحل صح ان في مصريون كده نفس الفاليو نفس السوري ده
常长的。看到了吗？那么大部分人这个嘛，你怎么把这种飞机去给吗？去给去丢？一般把这个丢给吗？买的收入问题。
You have to say, by Allah.